بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. أقول أول حاجة، أنا إذا بديت لك الحجارة ماشي للظلم الذي وقع علي، لأنني لا أخشى أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما تبكي من عاطفتي اتفاق هؤلاء المؤمنين حولي، أو من رحمة التي تصيبني من جهة الوالدة والعائلة وتأثرهم. هذا أولا. ثانيا، أريد أن أعرف المحكمة بمن هو رشيد الغلام على الحقيقة. لماذا سميت رشيد الغلام؟ وقد ذكرني الأخ في بيت القصيدة عندما أرسل القصيدة ربي الغلام، وذكرني بالقصة ديال الشاب الذي ذكر في سورة المعارج والحكاية الطويلة. أستاذ، أنا كنت دخلت عالم الفن وأنا عمري 13 سنة، وأصبحت بسرعة فائقة مشهورا في المغرب، وأدخل إلى كل صالونات المغرب وقصور المغرب وحانات المغرب الكبرى وما إلى ذلك. والذي جعلني أرجع من ذلك المكان إلى طريق الله ما وجدت هناك من فساد، والذي كنت أرى بأم عيني أن كان يحموه أسطولنا في بار من الدولة. ما عرفتش أنا كان يكون سبق لي اتصلت مع شي واحد من المحامين ديالي باش بغيت نصرح بالأسماء ديالهم ولا لا، ما عندي ما نقول يعني، لأن الله تعالى كيطلب تسترني. ناس يزالوا في مجال الدولة، وكنت أجد ناس باعتبار ضباط الدولة يرعون الفساد لا على مستوى الداخلي، على الناس اللي هما مغاربة اللي من بينهم الناس الذين حكموا في قضية سادات وعشية إلى غير ذلك، أو الناس الذين كيحكموا الفساد لصالح أمراء سعوديين، وعندي أسماءهم وأعرفهم، والآن ربما ترقوا في المناصب إلى غير ذلك. أما الذي الدولة التي تحمي الفساد والجو الذي يحمي الفساد من هو هربته، وبالتالي هم التي يريدون أن يلصقوها بي هم أهل لها. ثاني حاجة أستاذ، هو الله يشهد سبحانه وتعالى أنه كان تحت الفرصة أن يزور دول العالم، وكنت وحدي، وكانت الفرص كثيرة لأنكم مالك الفساد مع جليلات العالم، والله يشهد أنه ما فتحت مزاري على حرام، ما فتحت مزاري على حرام، الله سبحانه وتعالى من شهد لي هذا المثال. ثالث حاجة، هذا المسألة ديال خارج البلد، يعني الإغراء الذي وجدته خارج البلد لا إغراء الأخلاقي مثلا، وخصوصا أن التونس وأوروبا وإيطاليا وما يوجد في ذلك من أن تلك الدول من إباحية في هذا البلد. كان يمنعني واجبا واحد هو خوفه من الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه. من الحوايج التي ضربت من أجلها وعذبني البوليس من أجلها هو ذهابي إلى الجزائر، وكان قال لي أحدهم، قال لي وزير عن بوتفليقة، وقال لي كلمة كامل ذلك يعني أقبح من ذلك كذا بوتفليقة. لا أذكرها لأنه وخلت في رسالة سياسية عن الجزائر، ولكن ما رأت من أجلها، أنا صدرت من أجلها. أنا أريد أقول واحد يمنعه من أن يمارس حريته في بلده، وأن يدعو لفني ويدعو لجوي ولمناخي ونفس ثقافي أخلاقي تربوي يمنع، أش تريد يدير؟ ما غنديرش أنا حزام ناسف وتفرقع. راه الدولة اللي كتمارس الإرهاب بهذا السلوك هذا، وهي التي تدعو، الحمد لله الذي وجدنا في هذه الجماعة حفظنا أن يربينا على أن لا نكون ناس دعاة للإرهاب، ولكن الدولة تمارس علينا الإرهاب وتريد أن تنتج من أهل هذا البلد أمثال من يفجرون أنفسهم. من الأشياء المستغربة أيضا، والإخوان ذكروا، إخوان المحامون ذكروا مجالس النصيحة ومن اعتقل فيها. أنا اعتقلت مرتين في مجلس النصيحة، أول مجلس النصيحة الذي اعتقل في هذا البلد من جماعة أبي حسان بعد فخرمان كنت أنا مشرف عليه، وقدمت بتهمة الدعوة وكذا وإلقاء الدروس الدينية بدون ترخيص للدولة وكذا. دابا وقدأ، ثم من بعدها من بقى في آخر ملف هو اللي في مارس، أيضا آخر ملف أو أول ملف أيضا من بعد طريحات وزير الداخلية في الدار، هذا كان أول ملف هو رشيد غلام أيضا، وقدموا في ملفين يخصاني الدعوة إلى الله، والآن أقدموا في ملف بأخلاقي. سبحان الله، والله العظيم يشهد أنه عندما كتب السجان الموظف الذي كتب اسمي وكتب
التهمة كتب الفساد، الله العظيم دمعت عينيه من تلك الكلمات تقرأنا باسمي، استحييت أن تقرأنا الكلمة باسمي حتى أسبقه وقال لي أنا كنت راح في ذلك. ما في هذا، ما في هذا. أي فنبوت نقول واحد حاجة، هو يقولوا المقبلة والأساس الذي تحدثون ويقولون ليادتكم تاريخ يسجيل، وأنا لأنني دائما أريد أن كان أعن هذه المفاهيم التي يدخيلها وليدة الفكر الوضعي. التاريخ يسجيل هذه من الحق الفكر الماركسي والوضعي إلى غير ذلك، لأنه كان تعرفوش بالأثيرجية، ما كنقولش الإخوان ديالي راه هذا هو اعتقادهم، ولكن زارت على طرفين ثانيين. أنا كنقول بأن الخصومة ما تنتهيش في الدنيا، الخصومة لا تنتهي إلا في الآخرة. وأقول أنه خصومتي النظام المغربي راهو مطرف ما كيبانش، أما أنا مع رجلين ينفذوا القانون ويحكموا بالقانون، أو رجلان، رجل يحكم ورجل ينتهي. أقول بصراحة أن أعتبر خصومتي خصومة الآخرة، وهو إن كان وخصوم ومن الأشياء التي تؤثر في قلبي أنني لا أريد أن أكون خصما لأحد أمام الله ولو كان ظالما لي. وقد رأيت في حضرتكم أنكم تتأدبون مع المنادي، راسي المنادي عظم منه هو الذي يدعون للآخرة، هذا هو اللي عظيم. أنا أشهد الله، أشهد الله أنني لا أريد أن أكون خصما في الآخرة، أشهد الله أنني لا أريد ذلك. أضيف إلى أمر ثاني، هو أنه ليلة واحدة بعد هذه الجلسة في السجن لا نؤثر أحدا عنها، ليلة واحدة إضافة إلى تلك الليلة التي مررت بها لن أسمع أحد. وأعلن أيضا من هذا المكان أنني كنت مضربا عن طاعة ولم أوقف الإضراب إلا ليلة البارحة بأمر من إخواني قالوا لي لا، لأن الأمر مسألة لن تكون كذا غير أوقف الإضراب. أنا سأستفيق الإضراب من الآن، ولكي لا تجسم كتابة ذلك للنيابة العامة والسيد وكيل الملك أقول له الآن أنني سأضرب عن الصعب. لماذا أضرب عن الصعب؟ لأن باش تكونش العقوبة هي حرفية، باش تدك في اللي غيوقع ليا. وأتمنى أن تكون شهادة، الله خير على ذلك، أتمنى أن تكون شهادة وما أسهلها من شهادة. فهذا يكون الله سبحانه وتعالى مغرور، كان مغرورا وغادي تعمل غادي تقطع الحكمة ديالي، حصل واحد فيه في واحد مكان، وإنما غتولي ذنب وقد يراقب عبد الله سبحانه وتعالى.